طلعت هذا من هذه الطريق مي ديجا شغل شفتها عاود مسكره فاهم. النقطه في الكروت مي ماهيش كبيره ياسر، مي كاينين حفرات هذوك لازم تهبط لهم واحد الريحه كبيره راني نمشي ونسقسي ما كانش لي يهضر لا فرنسي لا انجلي لا حتى لغه. إفريقيا بالدراجة الهوائية. قررت نزور عديد من الدول الإفريقية بالدراجة الهوائية، بداية من الجزائر إلى موريتانيا وبعد موريتانيا السنغال. حاليا أنا في غينيا كوناكري. الرحلة لا تزال مستمرة إلى هذه الساعة. أنا أتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله. جاي كامل نورمالمون من الكوديفوار وجي عقب حتى لغينيا كوناكري غينيا بيساو. البلاصه اللي رايح نبات فيها في وسط الغابه، خرجت على الغابه ما خرجت على القريه. درك راني مديماري وجهي تخشي. هدرت مع واحد الدراري راهم هنايا، عطيتهم شويه واش كان باقي لي فطور، كونفيتير وخبز واتاي. قصرت معاهم قالوا لي كاينه 35 كيلو ما كان حتى فيلاج والطريق صعيبه شويه، معناتها ماكش رايح ديرها في ساعه ولا زوج. ما كانش منا نتعمر الماء ما كاين والو، قالوا لي غابه وخلاص راك في وسط غابه. نطيح بان نعمر لانه لي ديجا عندي الماء وعندي كلش، عندي الماكله. هذه هي عندي مارو على ربي ان شاء الله. الكاطو اللي راني ناكل فيه الكوز هذا يدير ب 2000 مش ب 2000 ب 105 و تفوت به الوقت هايل. الطريق كامله كما هكا عباره عن بيست تو بيست كاسحه شويه. قال لي راها في البدايه راها مليحه ومع التالي راها تبدا تسوى. انا راها البدايه وعيتها. امبارح وصلت الغابه هذه في الليل، رقدت قعدت حسيت روحي بعيد على الناس، رقدت باسكو البارح في فيلاس سمعت الحفلات ياسر، والحفلات ياسر معناتها فيها شراب ياسر، فيها شراب ياسر صافي راك رايح تدخل في مشكلة مع الناس والله، يجو يتمسخروا بيك تقلقوك عبسة، سي بور سا خرجت بيت في الغابة. كملوا مع الطريق هذي نشوفوا كشوال نعمرو الماء، خاطش قالوا لي ناقصة هنايا باش تعمر الماء. صافا الطرق هذه هي اللي عجبتني باسكو كنت تبع في واحد يقول له ياسين سيق لي نورمالمون كاع اللي راهم يتبعوا فينا يعرفوا واش صرا. تويو طاح اضرب شي تويو هذا اللي نشرب به الماء، هذا راني داير هنايا الماء معمرو دايرو بالكتان باش ما يضربوش الشمس ومشمخه هذه ونشرب منها وانا نمشي. هايلا ياسين سيق لي كما قلت لكم عديد من الناس اللي راه تتبع الفيديوهات على الرحاله، هو جا لافريقيا ومن الناس اللي شتتني في المشي هذه تاع الجبال. كاين العديد مش خايف ياسين، كاين العديد من الناس اللي يفضلوا هذه الطرق وانا واحد منهم. شوفوا كاش بلاصه ندوشوا فيها باسكو مانيش بعيد على واحد النهر كبير هنايا وفيه شلالات فيه كل شيء. مام فرس النهر قال لك راه كاين بصح بعيد عليا ب 40 كيلو. رايحين نحاولوا نفيزيتوه البلاصه اللي فيها فرس النهر والكريكودير على حسب الشهر قالوا. هذه هي خلوكم ميموار، مازال تليفون مشارجي يعني نسيبريمي في لي فيديو القدم باش نطلع فيديوهات جدد. الطرق هذون ملاح ياسر الحاليه راني بدات نوصل بلاصه منطقه جبليه. أظن الوداد اللي يجيبوا الماء من الجبال كي تكون طيح الشتا. شوفوا كيفاش البو طايح، انا خايف لا يطيح بيا. راه ديجا واحد السيد هنايا قال لي ما توقفش ياسر، قال لي راهم راشين هذا البلايص، قال لي سيرتو هذه كيما هو، قال لي ما توقفش كاع هنايا، قال لي راح طيح بيك. منظر هايل ياسر يا كون ما كون نفس الصباح بكري راني جات ريحت هنا. روحوا لقدام بالك نلقاو مع نظرة احسن منه. اللي في موسم الامطار قال لي هذه كومبلي قام ما يجي من الجبال، قال لي راك مزيه جات في هذه لا بيريود، هذه لا بيريود هي الوحيده اللي ما يطيحش فيها الشتاء.
بس في الطريق جات واحد الماء هنايا ماشي، قلت نشمخ هذو القرعه هذه والقرعه هذه، نشمخ الكتانه تاعها برك، ما نعمرش القرعه ديجا فيهم شويه ماء، نشمخها برك باش تبرد باش يولي كي يضربها الريح تزيد تبرد، خاطر سخانه اليوم. ثم عاودت رجعتهم لبلاصتهم كما هذه نديرها هنا، وهذه زيد نتنوها هنايا، ونلقى ما برد في الطريق ما نقومش مع الماء البارد. كاينه واحد الحاجه واحده اخرى، توضا درك انا نصلي في هذه البلاصه مادام كاين ظل وكاين الماء ما جاري كما راكم تشوفوا فيه، نتوضا بيه هالاز نغسل به وجهي ونصلي من بعد عندي ماري. هبطوا وقعكم كلي وانا في طريق فات عليا هذه تقول تاع ترونسبور كار 15 بلاص ولا نورمال ولا 12 بلاص اسونسيال، كاع هبطوا هنا يدزوا فيها طريق مكسر على ياسر. نزل لي فيلاج واحد اخر باش نقدر نشرب منه كاش حاجه ناكلها، شوف كاش غابه نبات فيها ولا كاش شجره. وصلت ريحت في هذه القريه كيما قلت لكم، بعدها درك نكمل طريقي. قريه هايله ناسها هايلين، هذا مطرح دو بلاس هذا كنت سقسي فيه حيرني هذا، قال لي هذا مطرح دو بلاس بوغ لي ماري لي نوفو ماري. ايوا مون امي كومون تي تابل وي سما سامبا كاميرا سامبا كاميرا اللي باش تروح تعمر الماء. ميرسي سامبا اللي باش تروح تعمر الماء، تروح القريه هذه ادخل منها كاينه واحد لابون راح عمر فيها. رحت عجبتني الحاله قلت نصور لكم. هنايا عندهم المراه هي اللي تبني الدار، وانت خفاي المراه هي اللي تبني الدار مش الرجل، العكس تاعنا تماما. والراجل اللي عليه بالدراهم والخدمه والراعي الاغنام. هذه دار تاع دجاج. هذه نورمال مو دار تاع دجاج. لقيت واحد باش تسقسي ايه هاو الريش هنايا صافي دار تاع دجاج. هاي دار تحفه شوف كيفاش داير، شغل نفس البنيه تاع لابوكي هذه. ودرك نوريكم السيد، السيد اللي يخدم هذاك الطارح هذاك السرير دو بلاص هذا، وانا هضرت معاه شوفوا دايرين البنان هنايا ومحوطينها باش ما يفسدوهاش الكار تاعهم. سي تون ترافاي وي سي بيان pour dormir ça c'est pour oui ah oui c'est bien comme ça consommer oui le voyage tant pis comme on a dit le هذه لي كوتي تاعو هذه الحاشيه اللي شد ليهم ça c'est pour comme ça pour les côtes oui يدير لهم مطرح هكذاك صح فات كيفاش راح يدير يدير يخدم يخدم الشقفات صغار هكذاك وخفيفه تاع هنا كلش خفيف شغل ريحته هذه. وين كنت بايت في الغابه اليوم ذاك الجار ذاك اللي كنت بايت عدو هذا هو النوع تاع الحطب اللي خادمينه به، يجي خفيف ياسر ويدلو لك صب كيما هاك ينسجو راه ينسجو وي تخافي تخافي اه وي تخافي تخافي فوق من المنسج درك نروح لابومب هذي ونعمر الماء. وانا نمشي قبل نشوف في واحد واحد نحت واحد الحيوان ما فهمتوش شنو هي كاع، شغل جاي مخلط ذاك الحيوان ما تفهموش كاع شنو هذا. اكرمكم الله هذا تواليت تاعهم، هذه تواليت
والدوش ما كانش حاليا. هذا هو اللي قلت لكم شفتو نحتو. السيد ما كان حتى واحد هنايا. هذيك اللي نحتها السيد نحتينها ما نعرفش اكزاكت شنو هي. مي كانو ما كان حتى واحد هنا ما نقدرش نشوفها ندخل نشوفها. برك نروح ليكيبيري واحد القلعة تاع ماء. والمانجا كما العادة مانجا في كل بلاصة. هنا ناس طيبين ياسر قاع. انا اتخذت هذه الطريق باش نتلاقى بالقرويين طيبين. هذه الحاجة المليحة كل على وجهة هذه البلاصة. هذه لابوم تسير قلعة تاع الماء. البقر هنا سوا يا هذا البقر يسلو كاش واحد يجي يعمر الماء باش يشربوه. دوك فقط تبدا تعمر في الماء يسناو قبل ملي كنت نعمر في من قبل نشرب فيهم والو واش تشرب فيه باقي مالقريه. هذا ما عنديش مده ملي دوشت ومانيش مانيش نعرق ولا عبسه. مي راه نفحت لي سخف لي هذا الماء حاب نضربها عومه. الله ماني عارف المشكل تليفون لا باتري طايحه مانيش راح نصور لكم. لا خلينا مازالو كاينين طرق كيما هاك القدام رايح نديرو فيها عومه مليحة و برك نكملو طريقنا وما نوصل للفيلاج جاي. هنايا لاحظت انو الجو تاع البنان بداو يكثرو. هنا هنايا قرصو البنان ياسر بصح مازال ما شتوش شغل في الشجرة. بالك مش لابيريود تاعو بالك مانيش عارف بالك الشجر كينو صغير. نطلعو من هاه باش نضربو كومبلي. راني ندير لي فيديو قصقر هكذا كون كوبي باش ما نكونسوميش الستوكاج. ما عنديش وين ستوك يعني نمحي في لي فيديو القدم لي سوفيني القدم. هذا هو المشكلة. هاو البنان كاين هنا البنان بصح صغير ياسر مازال ما اصبر لك. هذا الماكسيموم تاع الزوم يا صغير ياسر. عدي سوايع وانا نمشي ومازال ما لحقتش كاع لهذي. هذا الفيلاج اللي قالوا لي عليه هنا. حوس نشري غير كاش حاجه ونشوف وين نرقد قبل ما تطيح الشمس. شري الحاجه اللي تهونت عليا الطريق. الطريق مكسره كيما راكم تشوفوا كاين بلايص لاباس فيهم. مي الحاجه الكبيره انها الطبيعه خلابه هنا. الله غالب سامحونا على التحراك والاخر. الله غالب ما كانش ستابيليزاتور. انا بالتليفون برك شغل المناظر جد رائعه. هذه اللي هونت عليا قاعده الطريق. شغل الجبال المكسيه بالاخضر غابات دخلت فيهم. والله الله اعلم وش شفت. شوفوا قدام الطريق كيفاش دايره. هذا هو الفيلاج اللي قلت لكم راني رايح نفوت فيه الليله. راني نمشي ونسقسي ما كانش لي يهدر لا فرنسي لا انجلي لا حتى لغه. عندهم هنايا نسيت اسمها اللغه راحت لي والله راحت لي اللغه تاعهم. بولاري ما خلعوا كاع ما كانش هنا خايفين واحد ابيض جام هنا. ليسونسيال على حساب واش قدرت نفهم فهمت بلي راه البوتيكه لها كاينه واحد مرا خضر. شوف خرجت لهم دراهم قلت له باش ناكل شغل بوغ مونجي. ما كانش لي يفهمني شغل ولات ندير لهم هاك. قلت لهم نعطي له الدراهم وهو يعطيني كاش حاجه ناكلها. اي قالوا لي روح لها وعلى بالي بلي لها هما همش رايحين يفروها لي. دون نشري شويه مانغ وكاش عفسه ناكلها وخلاص نكمل الطريق تاعي. هنايا شفت واحد الارض هذه يزقي يخرس في واش يقولوا باباي. هذه كاع كومبلي باباي. هلا اليوم ناكلوا ديسير. اليوم كاع رايحه ديسير. مالقري مانيش متغدي كاع والله ما تغديت. ما يسمى ما جعتش خاطرش ما مشيتش ياسر. هذا هو الحانة اللي وصلت لها. كوا؟
وين نسيت يا موتورني افريقي كبالابه ويجي وهذه كتروين توين 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 هنا دو تاخذوني يولي صباح ملوي هذا تلقيت به في الطريق وقلت له بنشري هو اللي قال لي على هذا الحانوت غادي لوغي لوغي يلا ها طون سا كوم سا ها سميل سانسو سميل 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 اوكي اوكي سميل سانسو مالغري ديال شكون زايدين سانسو هذه تاع الفيلاج لوغي كري لري لوز صح نندي مارو نندي مارو جو روغارد جو روغارد صح Ah ouais, ça. Ouais, ça. Ouais, combien? Ça, comme ça. Sept. Ok, donnez-moi un comme ça. Un comme ça. Ouais. Tiens, ça c'est quoi ça? Je regarde. Cinq, cinq, oui, donnez-moi 4. 4 comme ça. C'est combien 500 4. 4 minutes. Oui. Allah, ouais. Oui, c'est 2, 4, comme ça. 2000. Je ne comprends pas. Ça, c'est combien? C'est 5000. C'est 8500. C'est 8500. Ah ouais, non, non, ok. Tiens, retour. Déjà parlé avec moi. 6000. Ah non, non, c'est rien. Merci. Donc, retourne. Oui, oui, oui. Retourne. Même ça. Merci. Oui, merci. Annulé de chérie, elle est contente de chérie. Quand elle est contente de chérie, elle est contente de négocier. Elle est contente de le prix. Elle est contente de le prix. Elle est contente de زدت لي في لي بري خاطر انا لي ديجا نشري فيهم من قبل زدت لي لي بري شويه طلعت باغ اكزومبل في الطون كان يدير